كان دائما الفن والغناء اكثر حاجه نحن نوصل فيها ونعبر بها على امنياتي وطموحاتي. تاثري بكل ما هو فن اصيل هو الشيء اللي خلاني ما نقطعش الخيط الروحي لعشقي للفن. طال غيابك يا غزالي، راكي طولتي في الغربه، شديت الحقد اللالي عليا وعلى جد الغلبة. طال غيابك يا غزالي، راكي طولتي في الغربة، شديت الحقد اللالي عليا وعلى جد الغلبة. جيت اليوم البرنامج بعيدا عن السياسة، وكل أمل أن تكون نافذة لراح يوصل بها صوتي لكل عالم. دعمكم لي أكيد هو الشيء اللي راح يساعدني. أنا والد هيلوفا من ولاية تيرت. كيفاش ندير باش نسلك راسية، كيفاش نطراسي بلا ما نباصية، درح كوارطي نلعبها روسية. كيفاش ندير قولولي قولولي، كيفاش ندير باش نسلك راسي، كيفاش نطراسي بلا ما نباصية، درح كوارطي نلعبها روسية. كيفاش ندير ها هدار دار ود بلادية، هدار الدار وما نلقاش الباب الدار. يا دار علينا الحال وحنا صغار، يا ما فرات مع وجوه البطوار. كاين اللي عشو مهدا، كاين اللي ملكو مكسور، وانا اللي حدايا صايا. يا كنزيري يا مليحة الدنيا، حتى انتي طوالو جناحيك وعرفتي الغلطة من صوار. حتى انتي طوال وجنحيك وعرفتي الغلطة من صوار. آه 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 الله يبارك يا خويا. وشنو هذا الصوت والاحساس؟ اذا المشاهدين يسعدوني انا استضيف وليد حيلوفا، مرحبا بك خويا. الله يسلمك. واش راك لاباس؟ لاباس غايه الحمد لله. الحمد لله عرفنا بصديقك. صديقي اسامه حجيجي من ولايه ورقله من تقرت. الله يبارك يدرس معايا وكذلك صديقي في العزف. الله يبارك. واش رايك واش رايك رحيم؟ احكي لي. بون عنده احساس عالي، يقصر مليح جيتارة. بون اني موافق ونقول يتأهلوا معنا المرة. ربي يحفظك. نعم. وليد حلوفة، كيفاش كانت بدايتك؟ احكي لي ملخص هكا صغير، شحال عندك كنت في الفن؟ والله الشيء هذا بدا من الصغر، كنا في فرقة تاع اناشيد وطنية ولا دينية، شغل فماك تتعلم كيفاش تغني، كيفاش تتبع الريتم. هيا هذيك هي البداية. وشكون شجعك يعني في البداية تاعك؟ والله حقيقة اللي شجعني أكثر وأكثر هم أصدقائي. فيما بيناتكم كيما أنت وصديقك اللي راهو معك، شحال عندكم أنتم تتعرفوا؟ شحال؟ أنا نورمالمون ملي بدينا نقراو مع بعض تعرفت عليه،
ايوا دايما مرافقك، دايما مرافقه دايما حفلات ولا كل شيء. طروازون هذه ملي بدينا شغل. الله يبارك. ونهضروا شويه على لو ستيل اللي راك تغنيه دوكا، شفنا ادى طابع الراي بامتياز يعني رحيم، وعلى بالنا باللي الراي مي با فاسيل باش كل الناس يحترفوه. علاش خيارت الراي سبيسيالمون؟ هو على كل حال شغل ستيل اللي نحس روحي نرتاح فيه كي نغنيه، وثاني شغل احنا جهه تاع الغرب براسك نغنوا الراي اكثر. كاين الراي وكاين الراي بحكم انه اللهجه تكون او شو واش قال سمعت واش قال، كاين الراي وكاين الراي. كاين الراي الحقيقي اللي هو يمد احساس، فيه موسيقى وفيه فيه شغل تعطي معنى للمستمع. وكاين الراي اللي زعما تسمع وخلاص ودور. وعنده من بالفوا يعني يقدر يقصر كاع لي عنده خامه صوتيه. جربت تغني اغاني اخرى طبوع اخرى كما قال راح؟ ايه في الاناشيد تعلم ديجا طبع شرقي ولا شاوي ولا تعلم شحال من حاجه. بارك. ودرست موسيقى يعني؟ لا ما درستش انا، هاوي هاوي بحت. هاوي ما جاتكش الفكره باش تدرس يعني تطور شويه الموهبه؟ والله انا رانا في طور الانجاز. واسكو يعني ترشحت في بعض برامج الهواة سواء على مستوى الجزائر ولا برامج لا؟ المسابقات اللي شاركت فيهم اغلبيه يكون مع الفرقه تاعي الاناشيد، جميلة سيد زعما وحدي ولا. وينك حاب توصل يعني بالفن تاعك؟ والله ما دام الانسان يبغي هذا الشيء ويحس روحه اليز شغل ماذا به يتعلم والناس تسمع الصوت تاعو ويقدم حاجة تاعو للمستمع ولكاع الناس. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. عموما رحيم، اسكو شجعت في حياتك هكا شباب جزائريين؟ بيان سير، هو كي هي ديجا كيما قلت الموهبة تبدا بالك من عائلته، تبدا من لا تابتيت فامي، يعجبهم لافوا تاعك ولا التمثيل تاعك ولا اللي هي، ومن بعد يماك تحبك بزاف تسمى لازم تخرج في الحومة. في الحومه تصيب زعما تاتيري فاني بلوس دو جون، فاني من ناحيه الشون ولا من ناحيه حاجه اخرى، تسمى مع ولاد حومتك ما تزيد تخرج وما تبدا تفيق بلي عندك موهبه ديجا، راك فاهم؟ يتسمى هذا الامور كاع يخليوك باش تعرف خلاص ماتيو تو كي طلع ستاند اب ولا جو سي با انا طلع كي شاف سو تقصر وي هذا مليح الناس تفق لك سي بون فوالا، تسمى لازم نكمل. تسمى التشجيع يجي شغل الموهبه هي اللي تعطيك ديجا لونفي باش تكمل. تسمى كونت اون بو اون فو، راك فاهم؟ مش حبيت نقول لك اني قلبت لك لا، باش كاين بزاف اللي يقول لك كونت اون فو اون بو، هي فيها تكميله، اي كونت اون بو اون فو، فهمت؟ فهمناك فهمت.